السلام عليكم مرة ثانية. محاضرتنا محاضرة الأجهزة الطبية النظري للمرحلة الثانية جروب A. محاضرتنا اليوم عن الإنفانت إنكيوبيتر الجزء الثاني. تحدثنا بالمحاضرة السابقة عن مبدأ العمل وعن تعريف الإنفانت إنكيوبيتر. حكينا عن شكلها، عن وظائفها، وعن بعض من أجزائها اللي استنتجناها من الوظائف. نجي اليوم على تكملة المحاضرة. حكينا بالنقاط السابقة عن Principle of Operation ووصلنا إلى Modes of Operation، طرق التشغيل Modes of Operation. النقطة الأولى أما الـ Air Temperature Control أو عن طريق الـ Skin Temperature Control. قلنا إحنا الـ Infant Incubator بيها ثرموستات. شلون كنا بدنا نتحكم بالـ Heater؟ شرحنا بالثرموستات. الثرموستات كان يتحسس حرارة الجو، حرارة الهواء اللي دا يدخل للعربة، عفوا اللي دا يتداور بالعربة، وكان دا يعطينا معلومات عن درجة الحرارة الحالية ويوجه الهيتر انه يشتغل او يطفي. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عن طريق حرارة جلد الطفل. طريق حرارة جلد الطفل مجرد انه احنا من اسمها معناتها راح نحط سنسر الحرارة، يعني مو ثرموستات راح نخلي سنسر حرارة على جلد الطفل، وهذا سنسر الحرارة راح طبعا اما يكون ملامس او غير ملامس. سنسر الحرارة هذا راح يعطينا معلومات للمايكرو كنترولر، والمايكرو كنترولر راح يوقف لنا الهيتر او يشغل لنا يعني. فهنا أنا عندنا يقول لك الـ Air Temperature Control with the Air Temperature Manual Control the operator sets the temperature of the air in the incubator. بهاي الطريقة أو بهذا المود من التشغيل المشغل يضبط إعدادات الحرارة ويختار الحرارة اللي يريدها. Changes in infant body temperature are usually measured periodically with a thermometer. التغيرات بدرجة حرارة الطفل، هسه احنا ثبتنا درجة حرارة الحاضنة وعلى أساسها راح يشتغل الهيتر. بنفس الوقت احنا لازم نراقب حرارة الطفل ونقيسها periodically، يعني بتتابع أو خلال فترات معينة، يعني periods خلال فترات معينة باستخدام ثرموميتر. And adjustment in air temperature are made accordingly. وبنفس الوقت نسوي تعديلات على درجة الحرارة كل فترة معينة. طريقة العمل الثانية skin temperature control. In the skin temperature control mode, also called servo automatic mode, هاي يسموها المانيوال، احنا كنا نغير الاعدادات يدويا. هنا يسموها الاوتوماتيك مود اللي هي سنسر يخلوه على جلد الطفل. ذكروا هنا أنا سنسر مو ثرموستات، سنسر نخليه على جلد الطفل، والحرارة اللي تتغير بجلد الطفل هي تتغير تباعا بالهيتر. منخفضة درجة حرارة الطفل يزيد عمل الهيتر، ارتفعت درجة حرارة الطفل يقلل عمل الهيتر. And the heater responds to change in the sensor to keep the skin temperature at a preset level. احنا بس مجرد انه نقول لازم حرارة الطفل لنفرض 37 او 38 لازم حرارة الطفل، وبعدها الكمبيوتر او السي بي يو او المايكرو كنترولر يحسب لنا ايش قد لازم نزيد بالهيتر وايش قد لازم ننقص بالهيتر. هاي من ناحية الـ modes of operation. هنا أنا يقول لك انتهى هذا المود، يعني
بدينا بنقطة جديدة. Many incubators have one or two oxygen inlet ports and can be equipped with optional oxygen controllers. بعضهن مثل ما شفنا بالمحاضرات السابقة، خلينا نرجع نشوف الـ infant incubator قبل نكمل. بعض الـ infant incubators بيها مدخل للأكسجين، مو كلهن. غالباً الأجهزة الحديثة بها منفذ مال الأكسجين، والأجهزة القديمة لا. هذه infant incubator منها أنا مدخل الهواء العادي اللي هو عن طريق فلتر، ويجوز من الخلف أو من بعض الجهات مدخل الأكسجين. المنفذ الأكسجين هو optional، يجي في بعض الحاضنات، يعني ما يجي افتراضي دائما، لأن مو كل الكيسات تحتاج أكسجين عالي. أكسجين بورت. هنا عندنا الحاضنة مأشر عليها، يعني غالبا يمكن لا مو موجودة، ما موجودة بهاي الصورة، بس موجودة بالتأكيد هنا، لأنه هاي يسموها ترانسبورت انفانت انكيوبيتر. نرجع المحاضرة. have one or two oxygen inlet ports and can be equipped with optional oxygen controllers. نتحكم يعني متحكم بكمية الأكسجين. هذا المتحكم يصير عن طريق سنسر، نخلي سنسر مال نسبة الأكسجين، من نسبة الأكسجين نزيد عن حدها نقلل الأكسجين فلو، ومن نسبة الأكسجين تقل عن الحد اللي احنا نريده نزيد الأكسجين فلو. These incubators can also provide support and protection for oxygen cylinder when oxygen must be delivered to the infant in the incubator. يقول لك هاي توفر ايضا الدعم والحماية للسلندر مال الاكسجين. صراحة ماكو، يعني ماكو اي دعم وحماية تقدر توفرها للاسطوانة الاكسجين. اسطوانة الاكسجين هي بعيدة، نخلي عليها فالف مال الاكسجين. هذا الفالف مال الاكسجين تطلع من عنده تيوب صوندة قوية تدخل للعربة. ماكو أي حماية للأكسجين سلندر. هاي النقطة ما عجبتني. يقول لك because the room temperature of the nursery is nearly always lower than the temperature inside the incubator, radiant heat lose through the incubator walls accounts for as much as half the infant's total heat loss. هنا هاي النقطة مهمة، انه احنا بالمستشفيات درجة الحرارة، دائما درجة الحرارة المحيطة اقل من درجة حرارة الانكوبيتر. الانكوبيتر دائما حارة اكثر من درجة حرارة الجو. هذا الشيء ايش راح يخلي لنا من عندنا فرق درجة حرارة؟ ايش راح يخلي؟ ايش راح يصير؟ خلينا نسأل كاظم. كاظم حمزة. كاظم حمزة. أي. نعم سيد. أي كاظم، عندنا إحنا درجة حرارة المحيط أقل من درجة حرارة الإنكوبيتر. هذا التأثير، هذا فرق درجة الحرارة، إيش راح يخلي عندنا؟ ما أعرف. شكرا كاظم. دقيقة، السماعة أعتقد رافع يدش. سجاد علي رحيم. نعم دكتور. أي سجاد، سألت نفس السؤال الكاظم، عندك جواب عليه؟ دكتور ما عندي جواب. سجاد علي رحيم. إبراهيم زهير. نعم دكتور. إبراهيم، سألت سؤال كاظم وسجاد، عندك جواب؟ ما عندي فكرة دكتور. ما عندك فكرة، لأنه ما تدري شنو، لو ما مركز، لو ما تعرف أصلاً المبدأ الفيزيائي. أستغرب دخلت. أستوعب دخلت.
حوراء باسم. بالي دكتور، اي حوراء احكي لنا، ما أدري دكتور. ليش ما تدرين حوراء؟ يعني ما عندي فكرة. ما عندك فكرة. اوكي، يعني هو احنا صحيح من صباح يا رب العالمين المحاضرة والناس كلها نايمة ونعسانة، بس المبدأ الفيزيائي هذا البسيط اللي احنا ماخذينه بالخامس والسادس، يعني صراحة من المعيب انه من عرفه. صباح حافظ. نعم دكتور. اي صباح. دكتور أعتقد ترفع درجة الحرارة. اعتقد ترفع درجة الحرارة. شكرا صباح. عبد الخالق علي شبوط. عبد الخالق علي شبوط. حسن اسعد طفر. عبد الخالق، عبد الخالق اذا ما راح تجاوبني مرة اخرى راح اطلعك من الميت. عبد الخالق علي شبوط، واللي يطلع من الميت ما راح اخليه يرجع. عبد الخالق، عبد الخالق يطلع من الميت. مرتضى، مرتضى الساعدي. مرتضى الساعدي، ليش اسمك اسمه لقب؟ مرتضى تغير اسمك الى الاسم الثلاثي. إن شاء الله دكتور. تمام، لان تعليمات الوزارة كلش ركزت على الاسم الثلاثي للطالب. مرتضى، نفس السؤال. إذا يمكن دكتور عيد لي. اعيد لك اياه. يقول لك دائما درجة حرارة الغرفة اقل من درجة حرارة الانكيوبيتر، ابرد، يعني خلينا نقول بالمعنى العام حرارة الغرفة ابرد من حرارة الانكيوبيتر، وحرارة الانكيوبيتر بالتالي هي اعلى من حرارة الغرفة. هذا الفرق بدرجات الحرارة، شو حيسوي لنا بالانكيوبيتر؟ دكتور لأنه حرارة الطفل تختلف عن حرارة نعم، الشخص الكبير، بالإضافة أنه لازم يكون جو الانكوميتر رطب، وهاي الرطوبة لازم يكون بها درجة حرارة شوية أعلى. نعم، بالإضافة لهذا أنه الطفل ما يتحمل البرودة، صح. الجلد رقيق. طيب انا بعدنا دا انتظر جوابي. الفرق بدرجة الحرارة ما بين الغرفة والانكيوبيتر، ايش راح يسوي لنا من عندك جسم بارد وجسم حار، ايش راح يصير بالجسم الحار؟ دكتور يزيد تدفق الدم. يزيد تدفق الدم. هلا لو كنا بدنا نحكي على جسم انسان. اكو طالب، اشكرك مرتضى. العفو. مرتضى اكو يمك جلاس شاي؟ اي موجود بعدك ما مصحصح مرتضى. موجود موجود. بالعافيه. سماه اعتقد رفعت ايديها. اي لا دكتور، اي دكتور الفرق بين يعني لما نفتح الحاضنة راح يجي هواء بارد للطفل، فذاك لازم نوفر ستارة هوائية تحمي الطفل. اوكي، هاي يعني نقطة موجودة بس هي مو جواب لسؤالي. اعتقد يعني حتى انا كنت متفائل ان سمات راح تجاوب او مرتضى راح يجاوب، الظاهر الكل نعسانين. مبدأ عمل اي صوبة حرارية هي انه الصوبة حرارتها اعلى من حرارة الغرفة، وبالتالي راح تشع حرارة على الغرفة، راح تفقد هي جزء من حرارتها، بس هاي الجزء اللي فقدته راح تطيل الغرفة، فبالتالي صار عندنا انتقال دائم للحرارة من الجزء الأحر إلى الجزء الأبرد. يعني مبدأ فيزيائي كلش بسيط، إنه الحرارة تنتقل من الجسم الحار إلى الأبرد، إلى النقطة الأبرد. صعبة دي الأخرى. نرجع، فيقول لك بما أنه درجة حرارة الغرفة أقل، إذا راح يصير عندنا فقدان بالحرارة، راح يصير عندنا فقدان بالحرارة radiant heat loss عن طريق الإشعاع. الإنفانت إنكوبيتر راح تشتغل مثل الصوبة، راح تشع حرارة للغرفة وبالتالي هي راح تفقد حرارة. هذا الإشعاع راح يصير عن طريق
الوولز عن طريق الجدران، وتقريبا هي نصف خسارة الحرارة الموجودة بالحاضنة. In some nurseries في بعض المراكز مال عناية الأطفال، a plastic heat shield is placed over the infant inside the incubator to minimize radiant heat loss. في بعضها يحطون بلاستيك هيت شيلد، يعني نايلون فوق الحاضنة على مود يقلل من خسائر الحرارة، يعني نحط كأنما عازل حراري، بس بدل ما نحط جلاس وول أو مينرال وول، صوف زجاجة أو صوف صخري، لا احنا هنحط نايلون. In addition, some incubators have double walls. في بعض الأحيان الحاضنات بها دبل زجاجة. Double wall separated by an airspace to prevent excess heat loss. منو مشتغل عندكم بالجام؟ منو مشتغل بيكم بالجام مال البيوت؟ طيب جام السيارات. اعتقد اكو كم طالب راسلوني كانوا يشتغلون ب يعني بتصاميم او بناء بيوت ومراكز والى اخره. حاليا حتى البيوت اكو بيها تقدر تشتري دبل جامع عازل، يسموها دبل جامع عازل. فكرتها انه احنا يكون عندنا الجام مال الشبابيك بدل ما يكون جامع وحده، وهاي الجامع تحمي وتعطينا حراره بالصيف، او احنا نحميها بالصوبة وتفقد حرارة للجو البارد برا. لا احنا نخلي جامتين عازلة، جامة خارجية جامة داخلية، بيناتهم فراغ. هذا الفراغ راح يعمل عمل عازل حراري، يمنع انتقال الحرارة من الخارج الى الداخل. نفس هاي الفكرة اللي موجودة عندنا بالبيوت حاليا، ولو هي غالية في بعض الاحيان، بس تطبق بالحاضنة، يسموها double walls. Double walls separated by an airspace to prevent excessive heat loss. تقلل لنا من فقدان الحرارة. However, بالرغم من ذلك, in a study comparing heat loss from servo-regulated single and double wall, وين الحكي؟ الله. هاي الجملة مقتطعة من الكتاب الأصلي أو من أي موقع هم ماخذين من عنده هذا، وأصلا ما لها معنى هاي الجملة اللغوية. جيد نكمل، خلينا نشوف الدبل جلاس. دبل جلاس هذا هو الدبل جلاس، واضح عند الكل؟ والله ريت جيد. فكرة الدبل جلاس مثل ما شرحناها، انه عندنا جامة خارجية وجامة داخلية وبيناتهم فراغ، والجامتين نعزلهم، الجامتين نعزلهم مثل ما نشوف هنا. اكو سيل، اكو فد شيء غالق يعني مثل الربر مطاطي، يغلق باحكام الفتحه ما بين الجامتين، لان بمجرد ان يدخل هواء ما بين الجامتين احنا راح نفقد خاصيه العزل الحراري اللي اردناها. نرجع المحاضره. هنا يقول the main system of infant incubator. هنا أنا هاي أجزاء أو أنظمة الانفانت انكوبيتر. أكو عندنا عدة أنظمة: الاير سيركوليشن، الهيوميديفيكيشن سيستم، الهيتنج سيستم،
دقائق طلاب. الهيتينج سيستم والكنترول سيستم، هاي عدة أنظمة للحاضنة، كل نظام طبعا ومكوناته، الانفان تشامبر، الالارم سيستم، هاي كل وحدة من عندهن كانت مشروعها بالتفصيل بالمحاضرات السابقة اللي ما السنوات اللي قبلكم، بس محاضرات الدورة شوية شرحها أقل وأبسط، ويعني على شكل نقاط تكون أفضل بالنسبة، أسهل وليس أفضل، أسهل بالنسبة للطالب حفظها. فمثلا السيستم الأول اللي هو الاير سيركوليشن، اللي هو راح يداور لنا الهواء. احنا حتى نداور الهواء ايش نحتاج؟ نحتاج مروحة. المروحة تستخدم لتشتيت وتوزيع الهواء داخل الحجرة، تشتيت وتوزيع الهواء داخل الحجرة، وأيضا توزع لنا الحرارة اللي راح يسوي لنا اياها الهيتر من خلال عملها. انه هي شايفين الصوبات اللي بيها مروحة تكون حرارتها او تدفئتها للغرفة اسرع من الصوبات اللي ما بيها مروحة، اقصد الصوبات الكهربائية. بعض الصوبات الكهربائية الصغيرة اللي اكثرها تجي مال بالة، فكرتها انه هي بيها هيتر وبيها مروحة، المروحة توزع الحرارة او بداخل الغرفة بشكل أسرع من الصوبات اللي ما بيها مروحة. هاي هنا نفس الفكرة، نحن عندنا مروحة توزع لنا الحرارة اللي سواها الهيتر بشكل أسرع. ثانيا مايكرو فلتر أو فلتر يسموه مايكروب فلتر أو بكتيريال فلتر. هذا الفلتر مصنوع من ألياف معينة ومن طبقات معينة، يفلتر لنا الأجزاء الصغيرة وحتى البكتيريا، بس مو الفيروسات، يفلتر لنا حتى البكتيريا، وهذا لازم يتبدل كل 3 شهور. طبعا هو الفلتر اكو بنوعيتين، نوعية قديمة جدا واشبل فلتر، يعني فلتر ينغسل مجرد طبقات من صوف على قطن على إلى آخره وينغسل. واحنا انا لا، الحديثه كلهن ديسبوزبل فلتر، فلتر بكتيري يتبدل ورا فتره معينه من العمل. هذا الفلتر، فلتر كاب اللي هو قفل الفلتر. الفلتر يعني طبعا هو يجي داخل حجره، بعد ماكو يجي فلتر وفلتر كاب. خلينا نشوفكم شكل الفلتر، بكتيريال فلتر. هذا شكل البكتيريال فلتر. هذا طبعا اكو بكتيريال فايرال واكو بكتيريال واحد، هذا بكتيريال فايرال فلتر واكو لا فقط بكتيريال فلتر. فالبكتيريال فلتر طبعا وان واي مثل فلتر السيارة، طبعا وان واي ما يصير التبديل بيناتهن. اكو طبعا مدخل مال ترطيب. هذا ديسبوزبل، هو فلتر، هو فلتر كاب يعني قفله من نوبي يجي، او عفوا حجرته من نوبي، ما يحتاج احنا نحط له كاب وقفل والى اخره. هاي اشكال البكتيريا الفلتر، تكون على مدخل الحاضنه، يدخل الهواء يتفلتر يلا يدخل الى داخل الحجره. هنا نقطة دي نقطة مهمة، بس بما انه احنا ما عندنا صور فالنقطة ما واضحة. النقطة اسمها Air Convection Tube. هاي النقطة انه عندنا الهواء، عندنا تحويلة مال الهواء، نقدر احنا مو دائما نريد هواء رطب، فنقدر احنا بمجرد عندنا بوابة تفتح على حجرة الماء تخلي لنا الهواء يصير رطب.
تغلق حجرة الماء وتفتح لنا حجرة الممر إلى حجرة الطفل، راح يجينا هواء جاف بشكل مباشر. فاي اير كونفكشن تيوب يقول it convect air from behind filter directly to air chamber، يعني شوية مو صحيحة هنا. humidification system، هنا الهيوميديفيكيشن سيستم يتكون من خزان ماء، خزان ماء. صححها نعم دكتور، صححها لو نفسها نمشي عليها. يعني هي مو نفسها تمشي عليها، هي مو واضحة أصلا تمشي على الشرح، هي مو واضحة. يعني هي تنقل الحرارة، كونفكشن هي طبعا حمل حراري، convect air from behind filter directly to air chamber، ما كل شيء. يعني الـ air convection tube أو الـ switch طبعا أو بوابة، هاي موجودة حتى تحول لنا أما هواء جاف من الفلتر للحجرة للهيتر يصعد للطفل، أو لا هواء رطب يتحول لنا على خزان المي. أعتقد موجودة بتكملة المحاضرة هسه بناخذها. الووتر تانك هو خزان للماء المقطر أسفل حجرة الطفل، المي لازم يتبدل كل 24 ساعة على الأقل. السو توث بليت هذه تستخدم حتى تزيد لنا تشبع الهواء بالمي. السو توث بليت صراحة ما أفهم ليش هاي الملزمة ما بيها أي صورة، خليني نشوفكم اياها بايكت موجودة بالنت. لا ما موجودة. فانت انكوبيتر ووتر تانك، احنا اذا تذكرون بمحاضرات الهيترات ومحاضرات الووتر باث والواكس باث وغيرها، تذكرون اكو كانت عندنا اضلع تصير تزيد لنا المساحه السطحيه الملامسه للهيتر او المشع على الحراره. هنا احنا لا، احنا نريد نزيد او نطول مسار الهواء. صراحه ما اكو راسب لها، نطول مسار الهواء، فالهواء بدل ما يمر بشكل مستقيم فوق الحجره، لا احنا نخلي الهواء يمر بشكل متعرج حتى ياخذ اكبر قدر ممكن من المياه، ونأخر نبطئ اكثر قدر ممكن على مود ياخذ كمية كافية من الرطوبة. هي تقريبا هاي الووتر تانك، بس ما موجود التصميم الكافي مالتها، واحنا بعدها راح نرجع طبعا نشرح على هذا، بس ماكو. نكمل. السو توث بليت تستخدم على مود تمرر الهواء الحار وتزيد مسافة مرور الهواء الحار فوق تانكي المي حتى نحصل على الرطوبة الملائمة اللي نحتاجها. النقطة الثالثة بالهيوميديفيكيشن سيستم، هسه احنا بدنا نحكي على الهيوميديفيكيشن سيستم. ميكانيكال سويتش، هذا السويتش اللي راح يغير لنا مجرى الهواء حتى يخلي لنا يا اما جاف او رطب. هاي النقطة نلغيها. السيستم الثالث اللي هو الهيتنج سيستم. الهيتنج سيستم أهم جزء بيه أكيد الهيتر، اللي هو راح يخلي لنا الحرارة. خلينا نسأل الهيتر، الهيتر مقاومته عالية لو قليلة؟ خلينا نسأل كم طالب مقاومة الهيتر. مصطفى عبد العباس، مصطفى عبد العباس، نعم دكتور. مقاومة الهيتر عالية لو قليلة مصطفى؟ ما عندي فكرة.
ما عندك فكرة. الطلاب اللي دي يسوون ليفت للميت بكل سؤال، يعني بالتأكيد درجاتهم راح تكون أقل من الطلاب اللي باقين ودي ينسألون حتى لو ما يجاوبون. ويعني خلي يكون بعلمكم انه تدرون عندي اضافة الكترونية تراقب دخول الطالب واللوج اوت مالته. غدير. بالي دكتور. ايه غدير، الهيتر الدكتور أتوقع يعني قليلة مقاومته تكون قليلة. ليش تتوقع انه حتى يمر تيار أكبر، بالتالي راح تتولد درجة حرارة أكبر. شكرا غدير، جواب صحيح. شكرا، خلينا نعطيك بلس 1. شكرا غدير. مقاومة الهيتر تكون قليلة نسبية، 8 اوم، 7 اوم، 10 اوم، 27 اوم الى اخره. هاي المقاومة القليلة راح تخلينا تسمح لنا مرور تيار اكبر. الفولتية ثابتة، المقاومة قليلة، فتسمح لنا بمرور تيار اكثر. هذا التيار راح يسخن لنا المادة المصنوعة من عندها الهيتر، راح ينتج حرارة. فهذا الهيتر، الثرموستات، نعدل شوية بإعدادات الميت. اوكي، عدلنا. ثرموستات اللي هو بالتأكيد يستخدم حتى نتحكم بالحرارة. الثرموستات يستخدم حتى نتحكم بالحرارة بداخل الانكوبيتر. So it will disconnect it when the temperature reached the wanted level، وبعدين يصير connect لما درجة الحرارة تنخفض. الحرارة طبعا يعني إذا مسيتي إحنا على حرارة الطفل 37 درجة. النقطة الثالثة، safety thermostat used to prevent temperature from increasing above 38 centigrade that connect to the electronic circuit إلى آخره. السيفتي ثرموستات الصراحة ما موجود بكل العربات. إحنا عندنا طرق للسيفتي غير السيفتي ثرموستات. عندنا سنسرات حرارة تتحسس حرارة الشمبر وتعطينا ألارم إذا في حالة ازدادت حرارة الشمبر عن الحد المسموح. النقطة الرابعة، الكنترول سيستم، من أنظمة السيستم مال الحاضنة. الكنترول سيستم هو اللي راح يستخدم لنا طبعا ثرمستور، مقياس مال الحرارة، ببريدج سيركت اللي هي قنطرة. تذكرون قياس الحرارة بالقنطرة ماخذين بالخامس أو السادس؟ تذكرون؟ طلاب من يتذكر قياس الحرارة بالقنطرة؟ علي حازم، عندك دكتور تذكر قياس الحرارة بالقنطرة؟ صراحة دكتور عن القنطرة ما أعرف شنو، ناسي. ما ماخذيها طلاب بالخامس أو السادس؟ دكتور متأكدين ما ماخذيها؟ أكو طالب بيكم يتذكر في شيء اسمه قنطرة بريج؟ ما مر علي، ما مر. قنطرة دكتور؟ اي 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 قنطرة اي، بس ما بيها يعني درجة حرارة، ما أتذكر دكتور، بس تتكون من مقاومة وثيرموستات. مقاومة شنو؟ ثيرموستات قنطرة تكون. طيب وشنو الثرموستات؟ ثيرموستات حكم درجة الحرارة. القنطرة فكرتها انه احنا عندنا تصميم ما موجود حاليا هنا، خلينا نشوفكم اياه. خلينا نطلع لكم الودنستر بريدج.
القنطرة عندنا تصميم رباعي للمقاومات الكتريك سيركت، تصميم رباعي للمقاومات هذه وتستون بريدج. واضحة يومكم؟ لا هاي. واضحة هسه؟ هاي القنطرة تصميم رباعي لمقاومات ونقيس الفولتية ما بين الطرفين، هاي المقاومات ثابتة ومعلومة وهاي المقاومة تتغير بالحرارة. هاي المقاومة من تتغير بالحرارة راح تتغير الفولتية هنا، مقدار تغير الفولتية نقدر نقيسه ونعرف ايش قد الحرارة حاليا، هي طرق من طرق قياس الحرارة. ستون بريدج المقاومة هنا أما تكون مقاومة متغيرة بالحرارة ممكن تكون سترين جيج وإلى آخره. أنا أتذكر إنه ماخذيها يعني خامس أو سادس. نرجع بريدج سيركت. البريدج الأوتبوت مالتها نخليه على امبليفاير يضخم لنا الفولتيه اللي تتغير. هذا التضخيم يعني طبعا بعدها ندخله المفروض على اي دي سي، والاي دي سي او كومباريتر هنا ندخله. راح نسوي يعني عمليات سيجنال بروسيسنج حتى نعرف ايش قد درجه الحراره وايش قد التغير بدرجه الحراره، وعلى اثرها نقلل او نزيد بالهيتر. هذا الهيتر، هذا باور سورس، هاي البريدج، هاي كلها طبعا البريدج. طيب الاوتبوت مال البريدج يدخل على امبليفاير، الامبليفاير اشارته تقارن مع 1 كيلو هرتز سو توث جنريتر، مولد يولد لنا اشاره سو توث سن المنشار ترددها 1 كيلو هرتز. هنا الكتابة جدا مزعجة بالبي دي اف. 1 كيلو هرتز والكومباريتر المقارن يطلع لنا على جيت بالس جنريتر، جيت بالس جنريتر يولد لنا نبضات، بوابة تولد لنا نبضات. الباور لاين هذا هنا النبضة مالته ثابتة 220 فولت. جدا جدا مزعجة 220 فولت، 220 فولت ثابتة اي سي يدخل لنا اياها هنا، راح يصير عندنا التقطيع بالإشارة الأون أوف، وبالتالي الأفريج فولتج أو الآر إم إس فولتج راح تنخفض من 220 يجوز لل 110، وراح نقلل من قدرة الهيتر على إطلاق الحرارة. هنا نرجع، هذا الشرح اللي شرحناه هنا هو كله موجود هنا، انه اكو نقطتين بالبريدج وراح تتقارن بيناتها تطلع على امبليفاير، الامبليفاير اشارته راح تدخل على مقارن مع سوتوت جنريتر، عفوا 1 هرتز وليس 1 كيلو هرتز، 1 هرتز سوتوت جنريتر يخرج لنا فولتية، الامبليتيود الى اخره تقارن. الكومباريتر اخذتوه بالالكترونيك لو بعدكم طلاب الكومباريتر مقارن دكتور؟ ايه دكتور يقارن بين قيمة الفولتية، يقارن بين امبتين فولتيتين، اما سالبين او موجب يعني يقارن بين دكتور. نعم، ويطلع الخرج على هالاساس، هذا الاوتبوت مالته يكون على اساس المقارنه ما بين الفولتيتين، نستخدمه بالعمليات الرياضيه طبعا نقدر نطرح نجمع الى اخره. بعدها الفولتيه راح تطلع على جيت بالز جنريتر اللي تولد لنا نبضات،
هاي النبضات تتحكم منها بسيليكون كنترول سويتش، الكنترول سويتش اون اوف يشتغل، اون اوف يشتغل معناتها يطفي ويشغل بالمين سويتش بلحظات اجزاء من الثانيه، هاي الاجزاء من الثانيه راح تخلينا النبضه كامله اي سي تستمر، بس بنفس الوقت تقلل لنا فولتيتها. هذا يخلينا يطبق لنا الفولتيه من الباور لاين للهيتر، والهيتر راح يعمل اما فول فولت 220 فولت، او نقدر نقلل بالفولتيه الى اقل قدر ممكن، وبنفس القانون اللي هو المقاومه تساوي الفولتيه على التيار، احنا من نقلل الفولتيه بدنا نقلل التيار وبالتالي تقلل الحراره. الرابعه انفان تشامبر، الانفان تشامبر قلنا هي مصنوعه اما يعني طبعا مو زجاج مقاوم، زجاج مقاوم هاي بالقديمات او بلاستيك بالاحرى اكريليك اغلبهن. It's contained group of holes يسموها port axes اللي هي الثقوب اللي ندخل ايدينا من خلالها ونتعامل ويا الطفل. And regulate infant position and temperature، هاي من خلال الثقوب ندخل ايدينا نعدل وضعية الطفل ونقيس حرارته. الالارم سيستم، طبعا الالارم سيستم المفروض من اهم الانظمه بالانفانت انكيوبيتر، هنا انا خالي له اربع اسطر شرح. انكيوبيتر هاف سمبل الارم سيستم تو alert the clinical staff if there is any dangerous of the device. device may ser dangerous. المهم the system contain temp controller switch that carries power to alarm when الى اخره. الالارم سيستم عندنا الارم بالحراره من تصعد ومن تنزل، هاي النقاط جدا مهمه، من الحراره تصعد عن الحد المطلوب يعطينا الارم، من الحراره تنزل عن الحد المطلوب يعطينا الارم، الرطوبه من تصعد عن الحد المطلوب يعطينا الارم، من تنزل يعطينا الارم، في حاله انقطاع الكهرباء يعطينا الارم وبالتالي راح تشتغل البطاريه الداخليه والى اخره. الاكسجين اذا صعد او نزل الاكسجين ايضا عندنا الارم، في حالة عندنا عطل بداخل العربة أيضا راح يعطينا ألارم. ألارمات الحاضنة كلش هواي، اللي راح يتعامل ويا الحاضنة راح يشوف أغلب وقتها هي الدق ألارم، وأغلب وقتها عندنا دقمة نسكت بها الألارم، لأنه بعض الألارمات مثلا مجرد أنه أنت فتحت الباب تغيرت درجة الحرارة راح تعطي ألارم. هاي الألارمات جدا مهمة، لأنه الطفل اللي جاي يتعامل ويا طفل جدا ديليكيت يعني رقيق، ما يتحمل اي تغير باي باراميتر احنا نسيتي، فالالارماتها كلش هواية مو بهالبساطة. هاي كان المفروض الملزمة شوية تكون مفصلة اكثر بهالمجال هذا. الصيانة والاعطال Faults and maintenance. اولا the temperature high inside the glass يعني inside the chamber يقصدون او inside the incubator، اذا كانت الحراره عاليه داخل الحجره. in order to solve this problem we should check the motor of fan. يقول اذا كانت الحراره عاليه بداخل، عفوا اكو احد رفع ايده، اذا كانت الحراره عاليه بداخل الحجره لازم نشيك المروحه. صراحة حتى المروحة اشتغالها وعدم اشتغالها بألارم، الحاضنة بها ألارم انه المروحة دا تشتغل او ما دا تشتغل، دا تشتغل بكل طاقتها او ما دا تشتغل بكل طاقتها، فماكو داعي نشيك المروحة لانه المروحة بها ألارم اذا وقفت، والحرارة زيادة الحرارة داخل حجرة الطفل ما لها علاقة بالمروحة، لها علاقة انه الثرموستات مدى يطفي لنا الهيتر لما تصعد درجة الحرارة. Where the fan not work because of burning motor، يقول اذا المروحة ما اشتغلت لان الموتور محترق. شوية هاي النقطة ما عجبتني. الحذفها يعني؟ حذفتها قدام عينك. شيك الثرموستات، نعم شيك الثرموستات هي واحدة من أهم النقاط، من الحرارة عندك دا تصعد
that control the temperature inside the glass، وايضا شيك الثرموميتر مقياس الحراره، يجوز قياس الحراره خاطئ مو الثرموستات. ف that control the temperature inside the glass، شنو inside the glass؟ inside the incubator. In this case the heater work with all its nature. شنو with all its nature؟ Because there will be no control on thermostat, so it should be changed in order to prevent. يعني هاي مو ده يقصد with all its nature، هاي ترجميها Google Translate أو ما أعرف منو مسويها. في حالة أن الثرموستات عطلان، الهيتر راح يشتغل بكامل طاقته ولمدة فترة طويلة، فراح تزداد الحرارة بداخل الشمبر لحد ما يستوي الطفل. بس احنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة اذا تذكرون، شرحنا لكم بالجيبورد بالصبورة مال جوجل، شرحنا لكم شلون احنا نتحكم بالهيتر. فمن الممكن انه مو بس الثرموستات بمشكلة، من الممكن ان دائرة التحكم بالهيتر بها مشكلة. الدائرة اللي تقلل لنا الفولتية وتزيدها على الهيتر بها يجوز مشكلة. فاحذانا هاي النقطة، يعني شوية مو واضحة وبها كلمات مو صحيحة، فأخذوا الشرح اللي أنا شرحته. النقطة الثانية، نقطة ثانية، if there is no reading to the temperature, it's either fault in thermostat or fault in the sensor which is responsible of reading. يقول إذا ماكو حرارة، ماكو قياس لدرجة الحرارة، أما الثرموستات عطلان أو السنسر. الصراحة يعني الثرموستات ما له علاقة إنه يقيس لك درجة الحرارة ويعرضها. السنسر هو المسؤول عن قياس درجة الحرارة الداخلية. بعض العربات فيها سنسرين، سنسر خارجي يقيس درجة حرارة المحيط، وسنسر داخلي يقيس درجة حرارة الحجرة الداخلية، وسنسر إضافي يقيس درجة حرارة الطفل. نقطة الثالثة، there is a leak inside the glass. يا الله احنا والجلاس. Inside a glass of incubator، يعني يجوز اكو ليك داخل incubator. يجوز البوابة مفتوحة، طبعا هم راح تدق الارم العربة. يجوز بوابة مفتوحة، يجوز يعني ما مسدود الهود زين، هذا الشيء راح يخلينا تسريب بالهواء الحار. هذا الشيء راح تتحسس الحاضنة، راح تعرف انه اكو بوابة مفتوحة. شلون راح تعرف انه اكو بوابة مفتوحة؟ خلينا نشوف منو عنده فكرة. محمد رزاق. نعم دكتور. محمد، احنا دا نقول انه الحاضنة تعرف لما البوابة بيها تنفتح وتطلع الارم. شلون تتخيل الحاضنة تقدر تعرف هذا الشيء؟ والله ما عندي علم دكتور بهذا الشيء. جيد. حسين عبد الحليم. نعم دكتور. نفس السؤال حسين. من السنسر؟ شنو؟ السنسر الحساس يعني؟ سنسر شنو؟ الحساس. اي يعني حساس شنو؟ حساس الغرفة الداخلية، يعني تغير جو مالتها و... اوكي ممكن. زهراء. نعم دكتور. نفس السؤال زهراء. دكتور ما عندي فكرة. جيد، ما عندها فكرة زهراء. الفكرة انه احنا عندنا حساسات جدا دقيقة، دا تتحسس اي تغير بدرجة الحرارة. فاحنا من الحاضنة من نعم ثرموستات حساس ثرموستات دكتور، ثرموستات او حتى تمبرتشر سنسر دقيق، من يتحسس اكو صار تغير بدرجه الحراره مفاجئ راح يعرف انه اكو باب انفتحت. لان احنا بمجرد ان نفتح الباب اغلب الهواء الحار راح يخرج
وراح يدخل بدال هواء بارد راح يصير تغير سريع بدرجة الحرارة، أو إذا كانت الباب مفتوحة متروكة الحاضنة راح تشوف أنه بعد فترة من تشغيلها للهيتر الغرفة ما تدفى، فراح تدق الارم انه اكو ليك حرارة موجودة بداخل الغرفة. هنا دي يقول ممكن ان يكون ليك. نقطة الرابعة The incubator has no problem. لا احنا ليش نحكي بالproblems. The incubator has one problem اللي هي انه ما تشتغل. لهذا تشيك الباور سبلاي الكيبل الى اخره. النقطة الخامسة fault in the increasing temperature alarm lamp. خطأ انه الحرارة تزداد اكثر من المطلوب بده يشغل لنا ضوء. نفس الفقرة تشيك الثرموستات والسنسر والى اخره. خلي ناخذ بريك شوي قبل محاضرة النظري، شو وقت عفوا محاضرة العملي، شو وقت محاضرة العملي؟ محاضرة العملي بالعشرة ونص. خلي ناخذ بريك، اعتقد احنا هسه حاليا خلصنا النظري، ناخذ محاضرة العملي و على نفس الرابط؟ على نفس الرابط ان شاء الله. ما كنت اللاب طلعوا بالغلط ما يقدرون يدخلون. يعني شنو طلعوا بالغلط؟ ما ادري حسين فيصل قلت طلعت بالغلط دست الهاي وطلعت ما اقدر بعد ادخل. اي لان وقفت اعدادات الدخول والخروج. خلي الحسين برا شوي يتونس. داريد اشوفكم عندنا مانيوال سيرفس مانيوال. خلي شوي الشباب نوخرهم. عندنا سيرفس مانيوال مال عربة شتاني سابقا اشتغل عليها اسوي لها صيانة. العربة اسمها داتكس اوميدا من شركة اوميدا جي اي هيلث كير. فهذا خلي البي دي اف ان شاء الله راح نشرح على كتالوج الصيانه بشكل سريع بعد اثناء محاضره العملي، لان محاضره العملي هي اللي تتضمن شرح عن العملي واجزاء الجهاز. تقريبا هذا شكل الحاضنه الاوميدا كير بلس اسمها من شركه اوميدا شركه جي اي. هاي ترولي اللي هي عربه، وهنا عندنا الكنترولر، وهنا عندنا الاكسس بورتس، هنا عندنا التيوبينج بورتس، وهنا هاندلر والى اخره. ان شاء الله راح نشوف شويه، بالتاكيد ما راح نشوف السيرفس مانيوال كله لان تقريبا 138 صفحه وكلها بالانجليزي، لهذا كنا نركز على الانجليزي، على اللغه الانجليزيه. هذا السيرفس مانيوال هو اللي راح يعلمك اعطال هاي العربه بالذات شلون تصلحها، وليس اعطال كل العربات، لان كل عربه كل شركه لها سيرفيس مانيوال خاص بها، لها اعطال خاصه بها والى اخره. هذا ان شاء الله نشرحها بشكل سريع، يعني بس مجرد ناخذ لمحه عن محاضره العملي. تمام طلاب، لهنا انتهت عندنا المحاضرة. خلي نوقف التسجيل.